وانت يا استاذ؟ نعم. اسمح لي جيب مرة، انطفى النفس. لا ممنوع. لا استاذ. هيك ممنوع. لانه بتقوم بالاول بتسمع درسك، ان كنت حافظ بتأرجل، منك حافظ بتدرمل. ايه؟ على راسي. عم سؤال بالحساب؟ ايه؟ عدس وترابه، كل شيء بحسبه. كويس. شوف حافظ لك سؤال يمكن يجيك بالامتحانات، هو صعب منه، مش منه صعب، بس بدك تفكر فيه شوي. تفضل. واحد وواحد قديش بيعملوا؟ بقصف عمره اللي بيجاوبه. بعلم نقله. وحده بيجاوب. يلا ابو عبد. واحد وواحد ابو عبد. مرات اثنين ومرات 11. بقبوله. انت شو بتشتغل يا ابو عبد؟ محسوبك لحام. اهلا وسهلا. طيب بدي اسالك سؤال. تفضل. افترض افترض يعني نعم انه حضرتك اشتريت كيلو لحمه ب 10 ليرات. نعم. وبعته للزبون ب 50 ليره. قديه تكون ربحت؟ 5 ليرات. كيف حسبته؟ اشترينا الكيلو ب 10 ليرات مزبوط؟ لحد هلا مزبوط. 10 ليرات منهم كنيسة وحراسة وخوة. مزبوط. صاروا 20. مصروف أرجيلة وتنبة وفحم وفنجان قهوة 10 ليرات. صاروا 30. 10 ليرات أجار أشرطة للفيديو للمرأة والولاد. صاروا 40. 5 ليرات منخبيها لغادرات الزمان. صاروا 45. أبي يبقى 5 هذا المربح. الله لا يشبعك يا أبو العبد، بس لو ما كان بإيدك العصاية. لا ليه؟ لكن تحسبت الله بخالك.